عبد الله غميمط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم والتوجه الديمقراطي، عضو لجنة التنسيق الوطني لقطاع التعليم. إذا حنا بالنسبة لنا الاتفاق ديال 10 دجنبير 2023 هو اتفاق في صراحة جاء من بعد واحد شهرين ديال معركة احتجاجية شاملة ديال النساء ورجال التعليم اللي أكدت على الوحدة ديال النساء ورجال التعليم، على القدرة ديال الصمود ديال النساء ورجال التعليم رغم الاقتطاعات رغم يعني التضييق، ولكن هذا الاتفاق يعني اتفاق غير مقنع لنساء ورجال التعليم، لا من ناحية ديال الزيادة في الأجور ولا من ناحية ديال المطالب الأخرى الواردة. إذا حنا عندنا مطالب أساسية ما تحققتش، هو السحب والإلغاء ديال المرسوم 2/23/819 اللي كنأكدوا على أنه أولوية. كاين المطلب الثاني هو المطلب ديال إسقاط التوظيف الجهوي وإدماج الأساتذة والأطون المفروض عليهم تعاقد فن الوظيفة العمومية، وهذا ما غيكلف الحكومة ولو. وكاين المطلب ديال تنفيذ الاتفاقات السابقه 19 ابريل 2011 26 ابريل 2011 18 يناير 2023 ثم الاتفاق يعني الارجاع المبالغ الماليه المقتطعه وتنفي او تسويه ديال الملفات العالقه، لان الملفات سبب يعني الاحتقان هو ان ملفات تراكمت لعقود، وبالتالي الان الاحساس ديال النساء ورجال التعليم امام هذا الاتفاق ديال 18 يناير و14 يناير واتفاق ديال 30 ديال 10 دجنبير، اتفاقات ثلاثه في عهد حكومه في نصف ولايه ديالها ولم تستطع ان تقنع نساء ورجال التعليم وان تجعل حدا لهذا الاحتقان. اذا المعركه مستمره والاضراب يعني الان ناجح، اضراب يعني ديال 4 ايام، اضراب اللي ناجح في كافه الاسلاك في كافه المرافق وبنسب يعني تتجاوز 96%. اذا هذه رساله حقيقيه ديال النساء ورجال التعليم يجب ان تلتقطها الحكومه والوزاره والاطراف المعنيه من اجل يعني توفير تفاوض يعني حقيقي اللي يجاوب على المشاكل. فكاين مشاكل اللي ما كتكلف حتى ريال، كتكلف الاراده يعني السياسيه والاداريه ديال المسؤولين في القطاع ديال التربيه الوطنيه وفي القطاعات المعنيه في الحكومه.